تعرضت سوريا منذ تأسيس جيش البطل لكثير من الهجمات سواء من الخارج أو من الداخل، لكنها استطاعت دائما وبفضل قواتها المسلحة أن تبقى أمنة ومنتصرة. فما هو هذا السر؟ وكيف استطاع هذا الجيش البطل أن ينتصر على مئات وعلى آلاف الإرهابيين في الحرب الكونية على سوريا، رغم فشل دول عظمى في الوقوف في وجه الجيش العربي السوري؟ حنحكي أكثر مع سيادة العميد الركن علي أحمد درويش. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير وبلدنا بخير ورئيسنا بخير وجيشنا بخير، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الجيش وعيد الأضحى المبارك. عاده الله بالخير واليون والبركة. أهلا إن شاء الله يا رب. بداية الرحمة لشهدائنا الأبرار، أكرم من فدينا وأنبل بني البشر، والشفاء العاجل لجرحانا ومرضانا، والعودة للمخطوفين والأسرى، وكل الشكر للإخباري السوري. بالبداية بدنا نعايد على جميع رجال الجيش العربي السوري سيادة العميد، وعلى حضرتك. يمكن قد ما حكينا عن رجال الجيش العربي السوري، عن تضحياتهم، عن فعلا زينة الشباب اللي ضحت بأرواحها وبدمائها للحفاظ على تراب الوطن عزيز وطاهر، خلينا نحكي عن بدايات تأسيس الجيش العربي السوري. نعم. تطلع علينا هذا اليوم 1 آب ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري، لكن هذه المرحلة سبقتها مراحل دامية من النضال لجماهير شعبنا ضد الاحتلال العثماني ومن ثم الغرب. صحيح. ففي 8 آذار عام 1920 رفرفت رايات فوق سماء دمشق وبيروت وحلب موزنة بفجر جديد، حيث تولى الملك فيصل ملكا على سوريا، و بدأت نواة تشكيل جيش للعرب السوري سرعان ما تم القضاء عليه من قبل الاحتلال الفرنسي في معركة ميسلون باستشهاد وزير الحربية السابق آنذاك يوسف العظمة، الذي أبى أن تدخل القوات الفرنسية على دمشق بدون مقاومة، فقاوم بمجموعة قليلة من العسكريين والمتطوعين أعداد متفوقة من القوات الفرنسية، واستشهد في ميسلون في 24 تموز عام 1924، مما سمح بتفجير الثورات السورية في كل المناطق، ثورة الشيخ صالح علي في الساحل، وابراهيم هانم في جبل الزاوي، وحسن خراط في الغوطة، وشلاش في المنطقة الشرقية. وكانت هذه الثورات هي التي ساعدت في جلاء الاحتلال الفرنسي في 17 نيسان عام 1946، مما ان تشكيل الجيش في 1 آب، عيد الجيش في 1 آب عام 1945، كان بانتهاء القوات المشرق الفرنسية التي كانت تابعة للانتداب الفرنسي، فبتسليم هذه القطاعات إلى حكومة سوريا ولبنان انتهى عمليا الاحتلال، ولم يبقى إلا اللمسات الأخيرة، حيث اجتمع وفود كل من سوريا ولبنان وحكومة الانتداب في لبنان بسهل البقاع، وتم إعادة تجميع القوات الفرنسية، وتم تسليم القطاعات المشرق إلى الحكومة السورية، وكانت عبارة عن قوات بدائية، حيث قامت الحكومة السورية بسند سلسلة من القوانين والمراسيم، القانون 190 القاضي بتشكيل جيش وحدات سوري، والقرار 192 القاضي بدع تخويل الحكومة بدعوة للخدمة، والقرار هي في 26 تموز و 45، وفي 29 تموز تم سن القرار 129 والقاضي بتشكيل وحدات احتياطي، والتي تألفت من مشاة بحوالي 5000 رجل، قسمت إلى 3 ألوية وكل لواء 3 كتائب، وكل كتيبة كانت 4 سرايا، وقوام كل سرية 150 شخص، وتم تعريب المصطلحات الأجنبية وترجمة الكراسات إلى العربي لأول مرة،
وأعلن وتم تسليم هذه الوحدات في الساعة 0 من يوم 1 آب 1945، وتم اعتبار 1 آب هو العيد الجيش العربي السوري. الجيش العربي السوري إن شاء الله بينعاد عليكم وعلى أبطالنا بألف خير يا رب. سيادة العميد، دائما منقول الجيش العقائدي، نسمع الجيش العقائدي، خلينا نعرف شو هي العقيدة. جيشنا تربى على عقيدة هي حب الوطن والدفاع عن ترابه والولاء المطلق للقائد الفريق بشار حافظ الأسد، ومن قبله كان قيادة قائد المؤسسة حافظ الأسد، وحب والدفاع عن الوطن والانتصار للقضايا القومية والعربية. وقد مرت هذه العقيدة بمراحل، حيث كانت البداية الأولى في الفترة بين 52 و 58 من القرن الماضي حتى قيام الوحدة، كانت حيث لعب الجيش دورا أساسي في الحياة، وكان له دورا في القضايا الوطنية، حيث كانت الأحزاب تتسارع إلى إمالة الجيش إلى هذه الأحزاب. ولكن بعد قيام المؤتمر، بعد انعقاد المؤتمر القومي السادس لحزب البعث العربي الاشتراكي بعد ثورة 8 آذار، ظهرت العقيدة هذا الجيش وضرورة تطوير هذا الجيش وتدريبه وتسليحه بأحدث الأسلحة. لكن هذا التطبيق العملي جاء بعد الحركة التصحيحية، حيث تم تنظيم الجيش وفق أصول جديدة، وتم تزويده بأحدث الأسلحة والتدريب على هذه الأسلحة، وفتحت المعاهد والمدارس، وتم إعداد الكوادر ضباط وصف ضباط، مما مكن هذا الجيش من خوض حرب تشرين التحريرية والسير لنكسة عام 67 900 وألف. يمكن سيادة العميد كثير حاول يراهن على عقيدة الجيش العربي السوري خلال سنوات الأزمة والحرب على سوريا، لكن وطن شرف أخلاص كانت دائما بهمة وعزيمة رجال. قديش فعلا هي العقيدة ترجمت على أرض الواقع؟ 10 سنين من الحرب، دول عظمى اتحدت لتدمير البنية الأساسية، لكن تم الجيش العربي السوري صامت بوجه العدوان. لليوم الشباب كلياتها بتقول وطننا هو الأول، كلياتنا فداء الوطن. نعم، إن هذا الجيش الذي يتمثل عقيدة قتالية متميزة، أنه الجيش الأول في العقيدة في العالم. وجيشنا مبني على حب الوطن مثل ما قلنا، وعلى الولاء المطلق للثورة وللقائد والانتصار للقضايا القومية والعربية. وإن هذا الشعب هو من صميم هذا النسيج هذا المجتمع، ومجتمعنا ناضل دائما ضد الاستعمار والاحتلال، وكان تواقا دائما إلى الاستقلال والتحرر من نير الاحتلال. فهذه العقيدة لعبت دورا أساسي في أن الجيش قام بتنفيذ مهامه على أكمل وجه، وقد قدم الدماء والتضحيات الغالية في سبيل حماية الوطن السوري. كما أنه خلال هذه العشر سنوات الأخيرة دافع ببسالة عن شعبنا وأرضنا ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة التي جيء بها من أغلب الدول، وكانت الدول المجاورة للأسف محط عبور ودعم، والدول الغربية دعم أيضا في الإعلام والإعلام والتسليح والتنظيم، وفي المحافل الدولية تشجيع لهذه المجامع الإرهابية التي دخلت سوريا من أجل القضاء على قطرنا وإسقاط الدولة السورية التي هي صخرة صامدة في وجه المشاريع الصهيونية والأمريكية، والتي كل المشاريع الغربية فشلت أمام صمود هذا الشعب وهذا الجيش البطل الذي هو من هذا الشعب وينتمي له بفكرا وانتماء. الله يحمي شبابنا يا رب. سيادة العميد، خلينا نحكي دائما بالجيش، يعني رفاق السلاح بيكونوا مع بعض دائما بعدة تفاصيل من الحياة، في المعارك وفي المنامة وفي المعيشة وفي الأكل والطعام المشترك أيضا. خلينا نحكي ذكرى ببالك مرقت بتاريخ حضرتك مع رفاق السلاح، ما بتنسيها، ما بتروح من بالك.
ان مسيرتنا دائما فيها كل محطات وذكريات حلوه. نعم. يعني اجمع في اثناء تنفيذ المهام عندك تعملي مع المقاتل بكل وضوح وكل محبه، وان مقاتلنا هو مقاتل جيد ومن افضل المقاتلين في العالم اذا اعد الاعداد الجيد وتم اسناده المهام الواضحه، فانه جيش متميز وعسكرينا دائما متميز في وفي الاوقات الصعبه ان الجنود تتلاحم مع بعض البعض وتنفذ المهام بكل اقدام وكل تضحيه، تقدم الدماء والارواح في سبيل عزه الوطن وكرامته وسؤدده. طيب سياده العميد، بالختام رساله بتحب توجهها لرفاق سلاح، لرجال الجيش العربي السوري بمناسبه عيد الجيش؟ الرساله التي نوجهها الى رفاقنا في القوات المسلحه، انكم في المقدمه وما دامت الطعنات تاتيكم من الخلف فاعلموا انكم في الاتجاه الصحيح. يجب ان نحافظ على السلاح والعتاد وتنفيذ المهام بكل دقه واتقان واطاعه اوامر القاده، ودائما الانتصار لقضايا الوطن وقضايا الامه العربيه. نعم. نحن بعيدكم بالختام بدنا نقول لك ينعاد عليك سياده العميد الركن علي احمد درويش، اهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك وعلى كل ابطالنا بالجيش العربي السوري، شكرا لانه كنت ضيفنا اليوم بصباحنا لليوم. شكرا. شكرا لك. ينعاد عليك. شكرا للأخبارية السورية التي أتاحت لنا هذه المناسبة، والرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء لجرحانا والنصر لجيشنا وقائدنا عن قريب، والأمان والسلام لبلدنا إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير وأنت بألف خير. شكرا كثير، نعيد عليك مرة ثانية. شكرا كثير.